طبعا أتيت إلى هنا حيث قصر وينسر الشهير، وحيث تقام عروض الخيول هنا، حيث المشاهد الجميلة، وحيث يستمتع الناس بعرض الخيول. يقول لهم بأن هذا المشهد الجميل ليس حقيقة الأمر، ليتعرف العالم على فداحة الظلم الذي نتعرض له. وأنا الآن أبيت في الشارع من أجل أن أطالب بأبسط وأدنى الحقوق الإنسانية لأي إنسان في الحياة. والدي يقبع في السجن، محروم من العلاج ومحروم من الرعاية الصحية، ويتعرض إلى الأذى والمضايقات بشكل كبير. ولذلك أنا جئت هنا لأطلق هذه الصرخة، صرخة المظلومية، ولأقف دفاعا عن حق والدي في الحياة وحقه في الحرية، وليتعرف الناس على الجرائم التي يرتكبها النظام الذي يسرح ويمرح الآن مع الخيول، ويتسابق ويتهافت لالتقاط الصور الجميلة مع ملكة بريطانيا. لقد تعرف الناس، كثير من الناس، على قضية والدي حينما أضربت عن الطعام ومكثت لمدة 63 يوما خارج سفارة البحرين، وها أنا الآن أعاود في مكان آخر، وشريحة أخرى تتعرف على ما نتعرض له من الظلم. ويزداد المساندون والمناصرون إلى هذه القضية. اليوم كتبت الجارديان، نشرت لي مقالا، وكتبت بعض الصحف، ويتعرف مزيد من الناس على هذا الظلم. والنظام هو الذي اختار أن تكون القضية بهذا الحجم، وأن يتسع مداها، ولو كان ذكيا لما جعلها أن تكبر إلى هذا المستوى. في كل الأحوال أنا يعني سأواصل هذا المشوار. اليوم أقف هنا، وغدا سأقف في مكان آخر، وسأواصل. وهذا أقل شيء أقدمه للدفاع عن والدي وعن جميع المعتقلين الذين يعانون في داخل السجن، والذين يتعرضون إلى الأذى والمضايقات، الذين يحرمون من الدواء والعلاج، الذين تقدم لهم وجبات مسمومة في شهر رمضان المبارك، الذين يتعرضون إلى التعذيب في داخل السجون. هذه الوقفة هي تعبر عن نموذج مصغر وصورة صغيرة إلى واقع الظلم في داخل البحرين. في داخل سجون البحرين مآسي، خرج أناس والمرض ينتشر في أجسامهم، ويقبع أناس والمرض يهدد حياتهم. بل هناك من فارق الحياة في داخل السجن، مثل الذي استشهد قبل يومين نتيجة الإهمال الصحي، نتيجة سوء التغذية في داخل السجن، نتيجة الاكتظاظ. هناك حالة فظيعة في داخل سجون البحرين، يجب أن تتوقف، ويجب أن نرفع أصواتنا لكي يتعرف العالم على معاناتهم، ولكي نضع حدا إلى هذا الاستهتار والاستخفاف بأرواح الناس الأبرياء في داخل السجون. أنا أتحرك، طبعا هذا والدي، وهذا أقل شيء أقدمه أنا كابن لوالدي، أدافع عن حقه وعن حياته، وهذا نوع من البر إلى والدي. لكن أيضا أنا أتحرك بعد أيضا من ألمي، من حرقة قلبي على ما يجري على بلدي، وعلى ما يجري على شعبي، وعلى ما يجري على هؤلاء السجناء الذين تذبل زهرة حياتهم في داخل السجون وهم أبرياء، ويموتون في اليوم أكثر من مرة نتيجة الظروف السيئة التي يعيشونها في داخل السجن. كم من أب محروق قلبه على ابن، كم من زوجة تكابد عناء الحياة لأن زوجها يقبع في داخل السجن، كم من أم تتجرع الغصص والويلات نتيجة هذا الوضع المزري في داخل السجون. ولذلك هذا واجبي أنا كابن، وواجبي أنا كناشط، وهو واجب كل من يستطيع أن يتحرك بكلمة، بفعل، باعتصام، بمظاهرة، بكل ما يستطيع أن يبذله من جهد وطاقة لرفع مظلومية هؤلاء السجناء الأبرياء. وهذا أقل العرفان والجميل نقدمه إلى من قدم حياته وضحى بما يملك من أجل خير البلد ومن أجل مستقبلها.